18 خلي الكره على ساق اليمين، هاني سدد ولا يوزع يسار، جول 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 جول. هذا الهدف الاول، ممتاز برشا محمد الشلي، يعني خدا الكره، عمل برشا افور وبرشا مجهود في الكره هذه. محمد الشلي يعني خدا الكره، كومبوريز خدا الكره في عقله من اول العمليه، نشوفه هنا طب الكره في خطة جناح وهو لاعب وسط ميدان دفاعي، يقول الكرة يراوغ يخلي الكرة على ساق اليمين، ساقه المفضلة يسدد الكرة جول. تبعوا بعضنا، التسديدة قوية كانت وتسكن شباك الحارس نعيم المثلوثي. في 12 دقيقة لعب، فما جديد هنا، يواصل رحلة التألق محمد الشلي، يواصل يلعب في الرابطة المحترفة الثانية. هذه خطيرة، هذه خطيرة، الجيز جول، هدف التعادل. يعني طلب كرة كان ممتاز برشا، تنشوفوا بعضنا بالصورة البطيئة، طلب كرة كان بين المدافعين في ظهر المدافعين، ممتاز العملية الأخيرة كانت، وهدف التعادل للنصر الرياضي بجلمة. نشوفوا بعد قليل أمامنا العملية بالصورة البطيئة اللي هو يملي، ممتاز لاسيست، ممتاز، رائع برشا للقاسمي اللي بساقه اليسار يلمس الكرة يغير اتجاهها ويسجل هدف التعادل 1-1.